عندما كنت في غرفة الانتظار كنت متوترة. هذه حقيقة لا أنكرها. سترى الكثيرين في نفس وضعيتك يعيشون حالة التوتر مثلك. بعد ذلك وصل المحامي وتحدث معي، ثم جاء موظف الحماية وأخذني معه. في المقابلة الثانية يتواجد المحامي وموظف الحماية ومترجم. دور موظف الحماية هو طرح أسئلة، وهي تخص غالباً البلد الذي أتيت منه. سألوني عن مدينتي والشارع وسبب مغادرة بلدي. يمكنك أن تتعمق وتحكي لهم ماذا حصل في الحقيقة وكيف ولماذا. كنت مضطراً لمغادرة بلدك. أظن مرة أخرى أنه كان مهماً جداً أنني لم أكذب عليهم. وبناءً على تلك الأسئلة يقرروا منحك إقامة لاجئ أو الحماية المؤقتة أو الرفض. دور المترجم هو أن يترجم كل شيء حرفياً. المترجم ليس له أي تأثير على القرار. كانت الترجمة موضوعية أثناء الترجمة، لأنهم بعد المقابلة يعطونك الفرصة للتأكد من أنهم كتبوا كل شيء. كان المحامي جالساً قبالتي. طبعاً ليس له الحق أن يتدخل أثناء المقابلة، لكني أحسست بالراحة. كان لي أنا وأسرتي فقط وثيقة عائلية تثبت أننا عائلة، وأسماؤنا وتواريخ ميلادنا ولا شيء غيرها. وقد طبعت من الإنترنت جميع الوثائق بوضعيتي الأخرى التي تتعلق. وقد ساعدت موظف الحماية كثيراً حين أمرست تلك الوثائق واستشهدت بها، وهكذا كان بإمكاني إثباتها في نفس الوقت، وكان لذلك دور إيجابي في قضيتي. بعض الوثائق التي طالب بها موظف الحماية لم تكن بحوزتنا. لقد أرسلت كل تلك الوثائق عن طريق الإيميل. كان بالإمكان إرسالها بعد المقابلة الثانية، لكن أقترح أنه إذا كانت معك بعض الأشياء أحضرها معك للمقابلة ولا تفكر إن كان ذلك جيداً أم لا، لأنهم سوف يقومون بنسخ كل شيء.